ما أحلاك. بكفي لك أنت شو عم تعملي وفوقها قدام الكل؟ لا تجي لعندي وقت بتكون العيلة مجتمعة. خليكي بعيدة عني، صدقيني هذا الشي لمصلحتك. أنت بتعرف شو هي مصلحتك؟ إنك ما تطلع على بريتا. شيرلين أكيد رح تغار. أكيد طبعاً. يلا تفضلوا معي. خالتي جانكي، ماني شايفة شريستي. شريستي ما إجيت. كيف يعني ما إجيت؟ وينها لهلأ؟ فظيعة هالبنت، هي كان لازم تجي. بشوفك. ايه مبين عليك مصدوم. مصدوم من شوفتك. ايه لازم تنصدم بعد زمان يا ريشاب. شو هالمفاجأة وشو هالتوقيت الحلو عن جد. ايه ايه مزبوط، ممكن كنت رح تسمع هذا الخبر، بس هلأ أنا صرت من عائلة لوترا. ورح أقلك شغلة، مبسوط كتير لأنك موجود. ما كنت متخيل إنه رح نلتقى بعد كل هالمدة وفوق أشوفك أنت ومبسوط. كتير حلو عن جد، كتير حلو. مو مبسوط من شوفتك. لكن كريتيكا وراك وأنا مبسوط من شوفتها. وإذا هلأ أنا مبسوط فهاد بس لأنه هي مبسوطة. تذكر هالشغلة يا صهري الغالي، إذا مرق يوم وكريتيكا ما بتكون مبسوطة فرحتي هاي رح تقلب على تعصيب، وانت انت بتعرف شو يعني هالشي. عم تفهم؟ فستانك طالع بياخد العقل. طالع حليوة ها؟ شكرا. منيح انبسطت. شكرا. شو بدي أسألك؟ ليش انت وكرام بتقولوا انكم رح تضربوا العالم؟ اهدوا شوي خليكم مبسوطين. بريدفي انت، نحن صرنا عائله واحده، لهيك خلينا نعيش مثل اي عائله، خلينا مبسوطين. موافق؟ ريشاب. اي ماما. ابني، ليك ابني في خبر بدي اقول لك اياه، وانا واثقه انه رح يبسطك. تعرف شو؟ شوفي ماما. اسمع لاقول لك، سوريش وقت كان عند ابوك عم يحكي معه، بوقت ابوك حرك جسمه ابني. ماما شو عم تحكي؟ لحظة بس. ايه معناتها ابوك رح يتحسن عن قريب ريشاب. ماما هو منيح يعني؟ ايه اكيد رح يطيب. ابوك رح يفيق من الغيبوبة عن قريب ابني.